انا بالنسبه لي الجيم ده هو جيم مريح جدا لدي ديشامب. ليه جيم مريح؟ لان هو اصلا لما بيلاعب فرق اقل منه بيسيب لهم الكوره، فهو بيحب دايما يسيب الكوره للخصم. بعد بكره هو هيسيب الكوره، هيسيب الكوره، فانت بتلاعب فريق هو اصلا عايز يمسك الكوره، يمسك الاستحواذ، فدي حاجه بالنسبه له مريحه جدا. خد الكوره. كنا بنتكلم في المانيا، المانيا بتضغط مان تو مان، والمانيا مش لا 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 المكانات الالمانيه مفيش بقى الكلام ده. اسبانيا ولا فرنسا لا تضغط مان تو مان ولا حاجه، ميد بلوك بضغط متوسط، خد الكوره ابني الهجمه زي ما انت عايز ووريني. وكنا بنتكلم على انجلترا ان هي عندها لعيبه كتيره تصنع لحظات، اسبانيا ما عندهاش ده. اسبانيا عندها منظومه وسيستم كويس جدا، ممكن لامين يامال وويليامز اتنين لعيبه على الاطراف خطر جدا، بس اللي بيسجل هدف في منتخب اسبانيا هو لعيب عاده غير متوقع، مش هو ده اللي انت هتتوقع ان هو يسجل الجول. دي ممكن تكون ميزه ان هو فريق غير متوقع، بس في نفس الوقت ان هو ما عندوش لعيب قادر ان هو يخلق لحظات فرديه يخلص بيها الجول. ممكن جولدن بوي بعد البطوله دي ويتوهج اكتر ويبقى بيقدم اداء مميز. مين؟ جمال. هو اوريدي نجم، يعني البطوله دي اديته ثقه في نفسه كبيره قوي، وهو هيبقى الواجهه بتاعه برشلونه السنه الجايه في ظل الظروف اللي برشلونه بيعاني منها، ومفيش ممكن تكون لعيبه مهمه قوي جايه في الفريق. لامين يامال هيكون هو الواجهه بتاعه النادي، اللي هتلاقيه بعد كده هو في الاعلانات في اي حاجه هو النجم. الصوره دي قصتها، الصوره دي قصتها هي بيكفورد. يمكن منتخب انجلترا ما عندوش مدرب بيشتغل كويس، بس ممكن يكون مدرب الحراس بيشتغل كويس. بيكفورد كان معاه الازازه دي في ضربات جزاء سويسرا، فيها كل لعيب من منتخب سويسرا بيشوط الكره فين، فالسهم اللي انا حطه ده هو اكانجي اول لعيب دخل يشوط، وكان مكتوب جنبيها نط ناحيه الشمال من شمال بيكفورد، وفعلا يمكن اكانجي وقع في الفخ ولكن انا اللي عجبني في الصوره دي حاجه تانية. اللي عجبني في الصوره دي ان هي مكتوب فيها كل التفاصيل، لدرجه انه احيانا كمان اللعيب اللي بيخش يعمل فنت قبل ما يشوط بيتكتب له قبلها ده بيعمل فنت قبل ما يشوط. فين يكسب اليورو؟ ختام فرنسا. يعني انا شايف فرنسا هتوصل لنهائي تاني غير مستحق الصراحه، وهي فرصتها كبيره انها فعلا تفوز بالبطوله. براحتك، في حريه، في ديمقراطيه. لا انا مش شايف ان فرنسا بتقدم. اسبانيا؟ لا انا شايف فرنسا هتكسب، بس انا مش مبسوط ان فرنسا هتكسب، هي دي الفكره. بالظبط، هو الكوره انتصار للكوره ان فرنسا وانجلترا ما يكسبوش، لكن الواقع ان فرنسا اقرب. يعني طارق شعبان نورتني.